فوي. تقام الآن المباراة النهائية لبطولة الحرس الرمضانية التي نظمها متنزه حيون حجلان والتي سميت باسم الشهيد عبد الرحمن سعيد. المباراة الآن بين فريق المتنزه وفريق المفرج، فريق المتنزه 4 وفريق المفرج 2. تأتي هذه المباراة ضمن البطولة الرمضانية التي كل سنة نقيمها وإن شاء الله يا ربي دوم الأمن والأمان. قمنا بتصفية الفرق صعدوا على النهائي اللي هي فريقين، فريق المفرج وفريق المتنزه، الآن هم اللاعبين. لعبة حلوة وممتعة. هذه البطولة صارت عندنا لعبات مو بس قضاء حديثة، وإنما لعبنا بعض الأقضية قضاء عانة وقضاء راوة. هم قمنا بفريق من حديثة اللي تواصلنا ويا عانة وتواصلنا ويا راوة، والحمد لله والشكر لعبات حلوة، هي لعبة رمضانية في هذا الشهر المبارك. اليوم هو اليوم النهائي لبطولة محابس الشعبية الرمضانية المقام على متنزه حداق عيون حجلان. شكرا للقائمين على متنزه عيون حجلان وعلى رسم الأخ أبو خلدون، وللحكام الأخ صالح والأخ قدوري أبو مصطفى، وكل القائمين على هذه البطولة حماسية. ووصلنا بكل جدارة إلى المباراة النهائية مع فريق المتنزه، ومن الله التوفيق.